نشرة المنتصف من قناة الجزائر الدولية، وهذه أبرز العناوين. الرئيس الفلسطيني يشرع في زيارة للجزائر بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون. اتحاد الشغل في تونس يحذر من منعرج لا تعرف مآلاته في انتظار إجراءات الرئيس قيس سعيد. مشاورات حثيثة يجريها المجلس الأعلى للدولة مع الأطراف كافة في ليبيا لإنهاء الأزمة. وفي النشرة أيضا، شركتا سوناتراك وإيني تطلقان مشاريع الوقود الأخضر. مرحبا من جديد. بدعوة من الرئيس الجزائري يشرع اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في زيارة رسمية إلى الجزائر قبل أن يتوجه إلى تونس. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في تصريح للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن الزيارة التي تستغرق يومين تهدف للتنسيق بين فلسطين والجزائر بشأن تطورات القضية الفلسطينية، وتندرج ضمن التحضير للقمة العربية التي تنعقد بالجزائر شهر مارس المقبل. وقال المستشار في السفارة الفلسطينية بالجزائر هيثم عمير إن هذه الزيارة تأتي في ظل أوضاع استثنائية تعيشها المنطقة بشكل عام وفلسطين بشكل خاص، وكذلك في ظل استمرار التشاور بين البلدين لدفع العمل العربي المشترك لدعم القضية الفلسطينية قبل انعقاد القمة العربية المرتقبة في الجزائر مارس المقبل. على جانب آخر، أفادت مصادر إعلامية فلسطينية أن 290 مستوطنا يتقدمهم عضو الكنيسة المتطرف إتمار بن جفير اقتحموا اليوم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حماية شرطة الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمذية في المنطقة الشرقية من جهة باب الرحمة، كما نفذوا جولات استفزازية والتقطوا صورا في باحاته. وتأتي اقتحامات المستوطنين للأقصى تلبية لدعوات متطرفة أطلقتها جماعات ما يعرف بالهيكل المزعوم. في تونس، حذر الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي من أن البلاد تعيش منعرجا لا تعرف مآلاته، وأن كل المؤشرات تنذر بالفشل. الطبوبي كان قد دعا أيضا إلى تحديد سقف زمني ينهي الإجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد قبل 4 أشهر وبدء الحوار الوطني المنتظر. وضع كئيب في تونس رسمه الاتحاد العام للشغل، فبحسب أمينه العام نور الدين طبوبي فإن التونسيين يرفضون العودة إلى ما قبل 25 جويلية الماضي، وعليه طالب بإنهاء حالة الضبابية وتوضيح الرؤية بتحديد تاريخ انتهاء التدابير الاستثنائية للعودة إلى المسار الديمقراطي الطبيعي بمؤسساته الدستورية. وبحسب مراقبين فإن الخطاب النقابي يحمل عدة رسائل موجهة في المقام الأول إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، في مقدمتها تحديد خارطة طريق تزيل الغموض والضغط الخارجي، إضافة إلى الإسراع في تنظيم حوار وطني وإصلاحات سياسية تنهي الانسداد السياسي الحاصل في البلاد. أمين العام للاتحاد العربي للشغل قال في خطابه يوم أمس أنه هو مع إجراءات 25 جويلية وهو ضد ما حدث قبل 25 جويلية، لكنه ضد ما يمكن أن يحدث بعد 25 جويلية، ودعا إلى حوار وطني يجمع فيه جميع الأطراف السياسية لإيجاد حل للخروج من المأزق السياسي والاقتصادي. الطبوبي دعا إلى تنقيح القانون الانتخابي والذهاب إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها. أكبر منظمة عمالية في تونس تسعى على ما يبدو إلى حشد الأطراف الوطنية الناشطة في المشهد التونسي للالتفاف حول خارطة طريق ومشروع موحد لإخراج البلاد من الوضع الذي تعيشه، وإجبار الرئيس على إنهاء الإجراءات الاستثنائية من أجل العودة إلى المسار الديمقراطي الصحيح وتفادي وقوع انفجار قد يهز أركان الدولة التونسية.
ومعنا من تونس مباشرة عبر الهاتف الإعلامية فاطمة كمون للحديث عن هذه التطورات. سيدتي مرحبا، أهلا وسهلا. مساء النور، مرحبا، أهلا بكم. أهلا وسهلا. الرئيس قيس سعيد كشف في وقت سابق عن تحديد تواريخ للإجراءات الاستثنائية التي أقرها، هل عدم الإعلان عنها حتى الآن هو ما يثير مخاوف الاتحاد العام الوطني للشغل؟ في الحقيقة أن الرئيس قيس سعيد منذ 25 جويلية لم يعطي أي تفاصيل على أي تحرك يقوم به، بل دائما يفاجئ حتى مناصريه منذ البداية، منذ الانقلاب إن صح التعبير أو حسب تعبير الموالين له تصحيح المسار. لا يعرف أحدا بماذا يفكر، ماذا يريد، أي خارج طريق يرسم. لا أحد يعرف أي شيء عن الرئيس، حتى أن المناصرين له منذ البداية كالتيار الديمقراطي انقلب بسرعة بعد 22 سبتمبر. حركة الشعب الآن تصدر في تصريحات مخالفة تماما لتصريحاتها بعد يوم 26 جويلية. والاتحاد، نعود للاتحاد الذي بالأمس أثار نقطة هامة، وهو البحث عن الخيار الثالث الذي لم يحدد هو بدوره ملامح هذا الخيار الثالث. هل هو مع الأحزاب؟ إذا كان يتحدث على ما قبل 25 جويلية تحول أزائه من ضمن منظومة 25 جويلية، وأقصد بالتالي حركة الشعب التي لها كتلة ذلك والتيار الديمقراطي، هل هي مع حركة الأمل والشابي الذي يريدون كذلك خيار ثالث؟ لم يحدد ذلك، أو أنه مع الكتلة الديمقراطية التي قادت المسيرات ضد الانقلاب، ما يسمى تيار ضد الانقلاب. هذا كله ما يجعل الوضع. هل من جديد بالنسبة للحوار الوطني الشامل المرتقب؟ الإعلامية فاطمة كمون، كيف؟ عفوا، يعني الجديد بالنسبة للحوار الوطني الشامل؟ تصريحات الطبوبي عن الحوار الشامل يثير شيء، ما أن الرئيس تحدث عن حوار مع الشباب، وبالأمس يتحدث الطبوبي على حوار يشارك فيه، وكأنه يعيدنا إلى مرحلة 2013، ذاك الحوار المنوبل يعني الذي تحصل به على جائزة نوبل. كأنه يذكر الرئيس قيس سعيد بذلك، أي أن استبعاده من الحوار الشامل هو خطأ سياسي يرتكبه الرئيس قيس سعيد. والحوار مع الشباب، الحوار المزعوم الذي يريده الرئيس استفتاء عبر لكن لماذا تأخر الحوار سيدة فاطمة؟ كيف؟ لماذا تأخر الحوار؟ لأن ليس له معالم واضحة. الحوار الذي دعا له الرئيس ليس له معالم واضحة، يريد فقط التنسيقيات أو ما يسميه هنا الحشد الشعبي أو الشيء الذي غير معلوم. يعني الحوار الذي لا أحد يعلم تفاصيله هو الذي دعا إليه، يدعو إليه الرئيس، حتى أنه هو نفسه لا يعرف كيف يصنفه. حتى التعيينات الأخيرة التي كانت ضمن تنسيقيته، يعني يلوم على الأحزاب المحسوبية أو الموالات، ومن عينهم في المراكز الهامة هم من التنسيقيات التي أحدثها الحملة التفسيرية. واضح جدا. الإعلامية فاطمة كمو، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من تونس. كشف المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عن مشاورات حثيثة يجريها مع الأطراف كافة لوضع اللمسات الأخيرة على مبادرة يقول إنها ستضع حدا للأزمة في ليبيا بشكل نهائي. في غضون ذلك قال عضو اللجنة العسكرية الليبية 5+5 الفريق فرج الصوصاع إن اللجنة ستتوجه إلى موسكو للغرض ذاته الذي شكل محور الزيارة إلى تركيا، ألا وهو سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وفق الخطة الموضوعة، على أن يكون الانسحاب المتزامن تحت إشراف مراقبين دوليين ومحليين. ترحيب تركي بطلب اللجنة العسكرية الليبية 5+5 بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا. أنقرة اشترطت، وبحسب عضو اللجنة الفريق فرج الصوصاع، أن يكون الانسحاب متزامنا من قبل جميع الأطراف. تركيا رحبت بهذا الطلب تحقيقا لمبدأ السيادة الوطنية التي لا يمكن التفريط فيها، بشرط أن يكون الانسحاب من الطرفين متوازيا ومتزامنا. الصوصاع أشار بحسب وسائل أعلام روسية إلى أن اللجنة العسكرية ستتوجه بعد أنقرة إلى موسكو لنفس الطلب، على أن يكون الانسحاب المتزامن تحت إشراف المراقبين الدوليين والمحليين. يأتي هذا بعد أسبوع من اجتماع في تونس لممثلي دول الجوار الإفريقي ضمت كل من السودان وتشاد والنيجر، واتفق خلاله على إنشاء آلية اتصال وتنسيق لإخراج المرتزقة والمقاتلين الذين ينتمون لهذه الدول من الأراضي الليبية في عملية تدريجية ومتزامنة. على صعيد آخر، كشف النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي عمر عبد العزيز بوشاح
أن المجلس شكل لجنة لإعداد مبادرة للخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي بغرض حسم الأزمة الدستورية في ليبيا والمرتبطة بالخلافات حول القوانين الانتخابية. ومع اقتراب موعد الانتخابات تظل الخلافات مستمرة حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جهة والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي من جهة أخرى، وضع من شأنه أن يشكل تهديدا لإجراء الانتخابات في موعدها. اتسعت رقعة الإصابات بالمتحور الجديد أوميكرون في معظم دول العالم ليصل إلى 38 دولة حتى الآن، وهو ما دفع هذه الدول للرفع من حجم جهودها لاحتواء الوباء، فيما أجبر دولا عديدة على العودة إلى فرض تدابير احترازية كانت تظن أنها لن تعود إليها مجددا. المتحور الجديد لفيروس كورونا يواصل انتشاره في العالم، معيدا فرض بعض الإجراءات الاحترازية التي تراخت بعض الدول في تطبيقها مؤخرا. وكالة الأمن الصحي في بريطانيا قالت إن ارتفاع عدد الإصابات بالمتحور الجديد وصل إلى 104 حالات، حيث زاد بأكثر من الضعف. وفي اسكتلندا وصل عدد الإصابات بالمتحور الجديد إلى 29 حالة، فيما سجلت السلطات الصحية الألمانية تراجعا طفيفا في عدد الإصابات في البلاد. وقد تطرقت ميركل إلى المتحور الجديد بشكل خاص، داعية الجميع إلى التطعيم ضد فيروس كورونا بجرعات معززة بعد بلوغ عدد الإصابات في جنوب إفريقيا منذ اكتشاف الفيروس إلى أكثر من 16,000 إصابة. في الأثناء يتسارع الإعلان عن تدابير صارمة لمحاربة هذه الموجة في كل أنحاء العالم فضلاً عن التطعيم. فالخبراء يعتبرون أن جرعة إضافية من اللقاح قد تكون ضرورية للحماية من متحور أوميكرون، وكشف وزير الصحة الفرنسي أن 10 ملايين من مواطنيه فوق 18 سنة تلقوا جرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وستصبح الشهادة الصحية غير صالحة لمن لم يتلقوا الجرعة المعززة اعتباراً من 15 جونفي، في حين لم تتلق منظمة الصحة العالمية أي معلومات بخصوص وفيات محتملة جراء المتحور الجديد أوميكرون حتى الآن. يعتزم الرئيسان الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين إجراء مكالمة فيديو الثلاثاء المقبل لمناقشة التطورات في أوكرانيا ومجموعة واسعة من الموضوعات الأخرى. وأشار مساعد الرئيس الروسي إلى أن الرئيسين سيناقشان الوضع غير المقبول في الشؤون الثنائية وكذلك القضايا الحيوية على جدول الأعمال الدولي، ومن بينها أفغانستان وإيران وليبيا وسوريا. في موضوع آخر، كشفت مصادر صحفية في تركيا عن تفكيك عبوة ناسفة زرعت أسفل سيارة ضابط شرطة كان مكلفا بالعمل أثناء لقاء جماهيري حضره الرئيس رجب طيب أردوغان في إحدى مناطق شرق البلاد. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الشرطة أرجأت الكشف عن المعلومات إلى ما بعد انتهاء لقاء أردوغان الجماهيري لتجنب إثارة الذعر. وخلال كلمته في المهرجان الخطابي قال أردوغان إن الإرهاب لا مكان له في مستقبل بلاده والمنطقة كلها. في خبر آخر، ثار بركان سيمبرو بشرق جزيرة جاوا في أندونيسيا متسببا بأحداث طبقة كثيفة من الدخان والرماد غطت المنطقة المحيطة به، ما دفع الآلاف إلى الفرار من منازلهم. ويظهر مقطع فيديو نشرته هيئة الإسكان تصاعد دخان كثيف خلف حالة من الذعر وسط القرويين ودفعهم إلى الفرار من منازلهم. وذكرت الهيئة الوطنية للكوارث الطبيعية في أندونيسيا أنه لم يتم الإبلاغ عن ضحايا، لكن عمال الإغاثة اضطروا إلى إجلاء السكان بعد أن وصلت تدفقات الحمم البركانية إلى قراهم. كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار في تصريحات حصرية خاصة بها قناة الجزائر الدولية عن إطلاق مشاريع نموذجية بالشراكة مع إيني الإيطالية في إنتاج الوقود الأخضر لتدعيم خبرة المجموعة الجزائرية في إنتاج الهيدروجين. نحن نواكب كل التطورات الموجودة على المستوى العالمي، ونحن نسعى لأن نكون بجانب هذا ونسير هذا التطور. فيه بعض النشاط مع شركة إيني لعمل بعض المشاريع البايلوت، يعني حتى يكون فيه مواكبة ومعرفة كيف ننتج، ما هي الأسعار، أسعار الإنتاج وتكاليف الإنتاج، حتى يكون عندنا بيزنس موديل، يعني نموذج
أعمال حتى يمكن إنتاجه وتسويقه للسوق الأوروبية إن شاء الله. حكر أكد أن المجموعة الجزائرية وفية لالتزاماتها في تزويد إسبانيا بالغاز الطبيعي عبر أنبوب ميدغاز وبالكميات المتفق عليها، نافيا وجود اضطرابات في إمداد شبه الجزيرة الأيبيرية بهذا المورد الطاقوي. الطلب والعرض يعني تتغير، نحن نلبي جميع الاحتياجات التعاقدية، يعني كل الكميات وكل الحجوم التعاقدية نحن نوفي بها والحمد لله. الإسبانية ما فيش حتى تغيير إلى حد اليوم، يعني السوق الإسبانية نمولها بكل بالحجوم والكميات التعاقدية والحمد لله ما كان حتى تأثير إلى حد الساعة. ولدى تطرقه إلى مساعي سوناطراك للنشاط في ليبيا، اعتبر الرئيس المدير العام للمجموعة النفطية الجزائرية العودة للسوق الليبية في الوقت الراهن ضرورية لاستئناف نشاط إنتاج النفط بمستوى ما قبل الأزمة، إلى جانب مرافقة استثمارات ونشاط فروع المجمع في خدمة هذا البلد الشقيق على حد تعبيره. بداية لدينا مشاريع في الاستكشاف والإنتاج في ليبيا، وبالتالي وجبت علينا العودة إلى نشاطنا هناك، ونحن نعمل مع شركائنا الليبيين في هذا الخصوص. نحن نملك عديد الفروع الناشطة في مجال الخدمات في أشغال البناء والإنتاج والصيانة وغيرها، وبالتالي نحن نحاول إشراك فروعنا لمرافقتنا في نشاطاتنا في ليبيا في سبيل الوصول إلى الإنتاجية التي كان عليها البلد قبل الأزمة. أكد وزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار أن مسودة قانون الاستثمار الجديد ستكون جاهزة قبل نهاية السنة الجارية، على أن تكون توصيات ندوة الإنعاش الصناعي المحلي أرضية في إثرائه قبل إحالته على الحكومة ومجلس الوزراء. يبقى الاستثمار ان شاء الله احنا درنا وعد على اساس قلنا نهايه السنه، ولكن نشوف الملاحظات التي تخرج بها الورشه، لكانت اقتراحات قيمه راح ناخذها بالاعتبار ونقوم بعمليه تحيين هذا المشروع القانون، وثم يمر على المجلس الحكومه وبعد مجلس الوزراء ثم البرلمان. كي نوصل على البرلمان نلحق مرحله هي النقاش، وان شاء الله ندخلوا في سنه 2022 بمنظومه قانونيه ذات استقرار. حان الوقت ان نمشي في نفس الطريق، ولما لا تكلم عليها السيد رئيس الجمهوريه فتح راس المال لبعض المؤسسات باه تكون فعاليه، لان تشوفوا فعاليه في الخاص فيما يخص الحوكمه، نفس الشيء ان شاء الله نمشي في القطاع. مؤسسات عموميه فتح، لان كان بعض المؤسسات تعرف متوسط لتعرف بعض العراقيل، بعض المؤسسات الصغيره لتعرف العراقيل، نحاول نفتح هذا المجال من اجل الوصول إلى نمو اقتصادي فعلي إن شاء الله، ونصل إلى تلك النسبة 10%، لما لا 15% إن شاء الله. إلى الرياضة، حيث تمكن المنتخب الجزائري من الإطاحة بنظيره اللبناني بنتيجة هدفين دون رد لحساب الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب الجارية بقطر، وبهذا ضمن أشبال مجيد بوقرة تأهلهم رسميا إلى ربع نهائي المنافسة رفقة المنتخب المصري، فيما أقصي منتخبا لبنان والسودان. فقد تشيلسي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارته أمام مضيفه ويست هام أمسية السبت بنتيجة 3-2 لحساب الجولة 15، بعد أن كان متفوقا بهدفين لهدف في الشوط الأول، ليتجمد رصيد البلوز عند المركز الثالث. هزيمة تشيلسي سمحت لمانشستر سيتي باعتلاء صدارة الترتيب بعد فوزه خارج الديار على واتفورد 3-1، رافعا رصيده إلى 35 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول الذي افتك مركز الوصافة برصيد نقطة بعد فوزه على ويلفرهامبتون ب 34 هدف قاتل في آخر بهدف قاتل في آخر لحظات المباراة. نهاية النشرة، شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله.